خلال الفترة اللي فاتت دي شكلت الزلازل هاجس كبير لعدد كبير من الدول، خاصة بعد الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا. يمكن دي تكون مفاجأة كبيرة، بس الخبير الجيولوجي واستشاري السلامة المهنية رجب فوزي قال إن مصر عندها حماية طبيعية من الزلازل، وإن أي زلزال ممكن يضرب مصر مش هيكون ليه تأثير كبير عليها، وده بسبب حاجة خاصة في طبقة القشرة الأرضية في المنطقة دي. وده مش معناه إنها مش هيضربها زلازل، بس أي زلزال هيكون أثره خفيف جداً. وعن الموضوع ده قال رجب فوزي إن من آلاف السنين حصل تصدع في القشرة الأرضية واللي نتج عنه ظهور البحر الأحمر، فبقى في المنطقة دي مسافة كبيرة بين الصفيحة التكتونية اللي موجودة فيها مصر وبين الحزام الزلزالي اللي بتتأثر بيه عدد كبير من الدول الأيام دي. استشاري السلامة المهنية قال كمان إن الزلازل ثلاث أنواع، وبيكون أشدها الزلازل التكتونية، ودي اللي مصر محمية منها بسبب طبيعة القشرة الأرضية. أما النوعين التانيين فهي الزلازل البركانية والزلازل البشرية، واللي بيتسبب فيها الإنسان زي بناء السدود. أسباب كتير ممكن تكون وراء حدوث زلزال، منها التدخل البشري زي بناء السدود المائية وحفر الأنفاق الضخمة، وده اللي قاله الخبير الجيولوجي. وقال كمان إن منطقة زي منطقة سد النهضة واحدة من الأمثلة للأماكن المعرضة لحدوث زلزال ناتج عن بناء السد. كلام رجب فوزي أكده كلام العالم المصري فاروق الباز، واللي قدم تفسير علمي لتكرار الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن قارة أفريقيا فيها عدد صدوع وما فيهاش أي مخاوف من انقسام قارة أفريقيا في المستقبل مطلقاً، والصدع الموجود حالياً زيه زي غيره ما يقدرش إنه يفصل القارة إلى نصفين. بالنسبة للزلازل أكد الدكتور فاروق الباز إن مصر بعيدة كل البعد عن زلازل شبه الجزيرة العربية، وإن العالم الهولندي اللي تنبأ بوقوع الزلزال في مصر حديثه مش دقيق بنسبة 100%، وده لأن مصر مش بتقع في حزام الزلازل اللي بتشهدها سوريا وتركيا، وكل اللي بيتنشر من دراسات عن لب الأرض عبارة عن نظريات لم تثبت منها صحتها أو دقتها بنسبة 100%. وقال كمان إن العلم متطور ومتغير على مدار الوقت، ومش كل دراسة بيكون من السهل على العوام فهمها أو تفسيرها، بس ده مش معناه دقة حاجات زي الأبراج والتنبؤات وغيرها. وقال خلينا نتسلى ونضحك، إحنا ملناش دخل بالكواكب أو باللي بيحصل في الفضاء. وخلال ساعات قليلة بعد زلزال تركيا سجلت محطات الشبكة القومية لرصد ومتابعة الزلازل في مصر هزات أرضية، بس ما كانش ليها أي تأثير يذكر، ويمكن ده بيأكد كلام الجيولوجيين والخبراء. حافظ الله مصر.